بعد ما تم إنشاء التوبولوجي نضيف التوبولوجي على الأرك ماب. طبعا مجرد ما ضفنا التوبولوجي راح يظهر معنا جميع القطع الداخل داخل هذا التوبولوجي بهذه الطريقة، فبيصير في عنا تكرار للطبقات. عاد بنقدر إحنا نشيل تحديد عن التوبولوجي والباقي اللي بنعمل له تحديد نعمل له رايت كليك وريموف. نفعل الستارت إديتينج، بعديها على شريط التوبولوجي بنروح على التابل الخاص في الايرورز، بيظهر عندنا هذا الجدول. عندنا هون موجود جميع الشروط الخاصة في التوبولوجي، عندنا هون سيرش يعني عملية البحث، مثلا احنا بدنا شرط خاص للبارسلز مثلا الاوفرلاب، هيك بيظهر لنا اياه. طبعا اذا بنفعل هذا الخيار بيظهر لنا جميع الاخطاء الموجودة فقط في هذا السكيل اللي احنا متواجدين فيه. اي فعلته عملت سيرش ما في ولا اوفرلاب للبارسل بهاي المنطقة، اما بجميع المناطق شلت اشارة التيك بيظهر عنا. اما الخيار في الوسط مقصود فيه الاستثناء، يعني احنا ممكن نلاحظ خطأ موجود عنا لكن بنفس الوقت لا يعتبر خطأ، لكن البرنامج بيفهموا انه خطأ فاحنا بنقدر نعمل له استثناء. والايرورز بما انه فعل او محطوط اشارة تيك على الايرورز راح يظهروا لنا جميع الاخطاء. نبلش نبدأ بالتصحيح الاخطاء. اولا عنا خاص في الطبقة النقطية عنا ثلاث مشاكل. في عنا هاي الاداة خاصة في التوبولوجي عشان نقدر نعدل ونصحح الأخطاء. بنروح على أول خيار رايت كليك زوم تو، إن هاي النقطة وهاي الشجرة موجودة خارج حدود الحوض، نقدر إحنا يا بنعملها حذف ديليت أو نقدر نمسك النقطة ونحطها جوا الحوض. بعد ما نعمل هيك عملية تصحيح مباشرة بنعمل أبديت للداتا أو للفيتشرز، فبطل في عنا خطأ. نرجع نعمل سيرش على طبقة التري، في عنا كمان نقطتين نعملها هاي ديليت. نقدر من خلال شريط الأدوات نعمل ديليت أو من خلال هاي الأداة. نروح على آخر خطأ رايت كليك ديليت. الشرط الثاني الاوفرلاب، يعني احنا عندنا هذول الشوارع ما بدنا يكونوا في تداخل بيناتهم. مثلا عندنا هذا الشارع نعمل له سيلكت، اولا هذا الشارع جاي بهذه الطريقة والشارع الأصلي جاي بهاي الطريقة، في عنا هون جزء متداخل. نقدر إحنا من خلال الأداة أداة التصحيح التوبولوجي رايت كليك بعطينا خيارات إنه نقتطع الجزء، نقتطع الجزء من أنو فيتشر أو من أنو شارع، من هذا الشارع لا من هذا الشارع. نرجع نعمل سيلكت، هذا الشكل المضبوط. تمام، عندنا ايضا بعد الاوفرلاب للرودز في عندنا الانترسكت، في عندنا ثلاث حالات بالانترسكت. نروح نشوف الحالة الاولى، هاي الانترسكت شو بنقدر نعمل رايت كليك سبليت للخط. اذا عملنا سبليت راح يظهر عندنا خط صغير برضو ما له لازمة، فالافضل نعمل رايت كليك سبليت بعديها نعمل تحديد. شلت انا التحديد عن البوليجونز تبع الروتس عشان لما اعمل سيلكت اعمل سيلكت فقط على الشارع، وعندي هون سيلكت واحد. بعديها بنعمل له ديليت،
الحالة الثانية من الانترسكت طول هذا الجزء المتقاطع 28 سنتي، نعمل له سبلت أو قطع. بعديها سيلكت، نتأكد ان احنا عملنا سيلكت فقط لفيتشر واحدة، ديليت. بنفس الطريقة نعمل ابديت، لان هذا احنا موجودة في الاوفرلاب اللي قبل شوي كنا موجودين عندها، عشان تختفي نعمل ابديت للشغل او للفيتشرز. هاي اختفت. اي تعديل جديد على الشوارع او على القطع او على اي اشي نعمل له ابديت عشان يروح عندنا الايرور. بعدين في عندنا الروتس تكون موجودة فقط داخل طبقة الروتس بوليجون ميرج اللي عملنا لها ميرج، يعني طبقة الشوارع الكاملة. تمام، نعمل سيرش ونروح عليه. نظهر التوبولوجي ان هذا الخط فيه مشكلة انه مش موجود داخل طبقة الشوارع من نوع المساحة. هاي الخطأ مفروض يكون ما يكون بهذا الشكل. لو عملنا رايت كليك بيجي عنا الحلول، نقدر نعتبره استثناء يعني مش خطأ، لكن هذا خطأ واضح. فنعمل سبليت، نقدر برضو رايت كليك ونعمل سيلكت فيتشر، عملنا له سيلكت، طفينا التوبولوجي. بعدها بنعمل سبليت الجزء اللي قطعناه، نعمل له سيلكت رقم واحد سيلكت، بعدها ديليت. نفس الطريقة نعمل ابديت، تمام راح الخطأ او راح الايرورز. عندنا اوفرلاب في طبقة البيلدينج، عندنا اوفرلاب. شوف المقصود في الاوفرلاب يعني التداخل، ما بدنا يكون عندنا تداخل بين البيلدينج. هاي شغلنا طبقة البيلدينج، عملنا سيلكت المبنى اللي فوق ومبنى تحت، نلاحظ في عنا تداخل بهاي المنطقة. نعمل سيلكت للخطأ، نعمل رايت كليك. الخيارات عنا هي بنقدر احنا نقطع هذا الجزء من طبقة معينة، أو نعمل ميرج لهذا الجزء، نعمل له دمج يا للمبنى اللي فوق يا للمبنى التحت، أو المنطقة المعمول فيها ايرور نقدر نعملها فيتشر جديد أو نستثني هذا الخطأ. لو رحنا على الخيار ميرج وهو الأفضل، هو نقدر نختار إنه الطبقة اللي راح منطقة التداخل راح نضيفها يا للمبنى اللي فوق يا للي تحت، نعتبره اللي تحت. تمام، عندنا ايضا شرط اخر خاص في البارسلز اللي هو ايضا اوفرلاب. عندنا كل هذا تداخل بين قطعتين، رايت كليك ميرج، نضيف منطقة التداخل لا يا على القطعة 139 يا على القطعة 140، نعتبرها 140. أما بالنسبة للجابس أو الفراغات، طبعا إحنا ما بدنا يكون في فراغات بين القطع، لكن بما إنه القطع
في قطع بكون بيناتهم شارع، وهذا الشارع بيعتبره البرنامج فرع. فلو رحنا على أول ايرور في الجابس، نسكر جميع الطبقات اللي ما بتزمونا، مثلا عندنا هاي المنطقة كاملة، البرنامج بيحسبها أو بيشوفها إنه منطقة فراغ، ما فيش قطع ملاصقة لهاي الجزء الكبير من القطع، فإحنا هذا لا يعتبر خطأ. رايت كليك ونحكي له استثناء من الخطأ. نروح على الخطأ الثاني نفس الطريقة، رايت كليك ونستثني، رايت كليك زوم تو استثني. بنضلنا نمشي على جميع الجابز قبل ما نوصل اذا في عندنا مشاكل في الجابز. عندنا هاي المشكلة، هذه تعتبر مشكلة، هذا الجزء الفارق او الفراغ بين هذول القطعتين نعمل له جريد فيتشر، بعديها نعمل له ميرج، نعمل له تحديد، نشوف القطعة المناسبة نعملها سيلكت، بعديها نعمل ميرج. في عندنا جاب اخر، هذا ليش اعطاني اياه خطأ؟ لانه في عندي شارع غير متصل، وهذا يعني مشكلة في الرسم، ما بنفع يكون شارع بنص القطع غير متصل مع الشوارع الأخرى أو الشوارع الفرعية والرئيسية. طبعا نعمل له grid feature، بعدها نعمل cut، يصير جزئين، جزء بنعمل له merge مع القطعة 15، جزء مع القطعة 13 حسب ما هو ظاهر عندنا. أما الخيار البارسلز must be covered by block، مقصود فيه إنه لازم كل طبقة القطع تكون على حد أو تكون قبر بواسطة البلوكس. نشوف الخيار الأول، رايت كليك نغلق او نطفي التوبولوجي ونشغل البلوكس، طبقة البلوكس. نلاحظ عندنا هون خطأ، هذا الخطأ اكتشفناه عن طريق هذا الشرط. طبعا الحل نغلق فيتشر، بس لا، في حل افضل من هيك، نغلق او نطفي التوبولوجي، نروح على أدوات التوبولوجي على هاي الأداة، تم شرحها سابقا، نحكي له إنه الخط البارسلز يمشي على خط البلوك. نشغل التوبولوجي، بعدها بنعمل أبديت. راح عندنا الخطأ، نشوف حالة أخرى في المنطقة هون. هاي الخطأ، نفس الطريقة القطعة تمشي على البلوكس. نعمل أبديت، تمام. آخر إشي عنا إنه في بدنا القطع اللي فيش فيهم شجر. عنا ثلاث قطع ما في عنا فيهم شجر. القطعة الأولى شغلنا طبقة النقط أو الشجر والصورة الجوية، هاي المنطقة أو هاي القطعة أنا معتبرها زراعة، منطقة زراعية فما بيلزم يكون فيها شجر. نعمل استثناء، القطعة الثانية منطقة صناعية وما فيش فيها شجر، نعمل استثناء
وآخر منطقة وآخر قطعة ممكن لازم يكون في عندنا شجر. نقدر نضيف شجر، نعمل أبديت، تروح عندنا الإرز. لو شغلنا جميع الأخطاء سيرش ناو، صار عندنا صفر إيرورز. هذا الهدف من التوبولوجي، يعني يكون عندنا صفر إيرورز ويكون علاقة الطبقات جميعا متناسقة بنفس الحدود وبنفس الشكل الهندسي. نهاية الدرس 13، بتمنى منكم خدتوا فكرة عن التوبولوجي، وشكرا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله. لا تنسى تعمل سبسكرايب لمتابعة القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولايك وشير الفيديو لتفيد أي شخص حابب يتعلم على RGS. رابط القناة على الفيسبوك أسفل المقطع تجدوه، وشكرا للمشاهدة والسلام عليكم.